كل الطرق لا تؤدي إلى تعز، فعلى كل معبر يقف قاطع طريق، خلف الخيام جوعى ومشردين ونازحين، طيف اليتامى ومقابر الشهداء وضحايا الأوبئة. لكنها تمارس الحياة رغم القصف، وسكانها يبادرون بالخير رغم الحصار. تعز مدينة وريف، تكيفت مع الطوارئ، تتكافل، تقاوم، تفرح. يتقاسم أبناؤها رغيف الخبز، وبيد واحدة يضمدون الجراح. هي تعز كما تعرفونها، في السلم مدرسة للتنوير، وفي الثورات أناشيد أيوب وأشعار الفضل. يستريح المناضلون وتستنوا المواضيع.